السلام عليكم اخوت، تحية للناس كاملين اللي كيقدرونا وكيحترمونا وكيتبعونا. معكم منتظر اخ ديالكم، جمعة مباركة الخوت كاملين اللي كيحبونا وكيسويفيونا، وعيد مولد نبوي الله يدخلو علينا ويدخلو على الناس كاملين بالصحة والعافية وطولة العمر وصلة الرحم وبزاف ديال الأعمال الخير خاص الناس يديروها، وكنحمد الله وكنشكره. مهم عيد المولد النبوي، يعني أعظم واحد في الكون اللي خلقه الله سبحانه وتعالى هو سيدنا محمد عليه السلام. شوفوا الناس اش قالوا عليه: ولد الهدى في الكائنات وضياء، وفم الزمان تبسم وتناؤم. يعني الرسول عليه السلام راه ما كاينش بحاله. والله سبحانه وتعالى اش قال عليه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا ميساج لأي واحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمره شتم شي واحد في حياته، وما عمره قال كلمة ديال العيب في شي واحد، وما عمره كذب على شي واحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الصغر ديالو راه نزل جبريل وغسل ليه القلب ديالو من الخطايا، يعني من كان يتيم. ويعني الناس اللي كيتبعونا علموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم راه أفضل واحد في الكون، لا في الأخلاق، لا في المعاملة، لا في التربية، لا في التصرفات. يعني هو اللي ربى دوك الصحابة اللي كانوا بكري. شحال من واحد كان خايب، بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم رباه وعلمه كيفاش يعيش حياته، لدرجة أنهم تعداو عليه في الزمن ديالو وضربوه بالحجر وجلعوا عليه من الدار ديالو. مشى مسكين بدا كيبكي، ومع ذلك جا نزل لي ملك ديال الجبال وقال لي: يا رسول الله، امرني انني نسف عليهم هاد الجبال. واش قال لي؟ قال لي: لا، ربما انهم يولدوا ابناء صالحين عبد الله سبحانه وتعالى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما كاينش بحاله. حنا درنا هذا الفيديو على قبل عيد المولد النبوي، وتحيه للناس كاملين يعني اللي كياخذوا فكره، وخاصكم خاص الأغلبية يقراو السيرة النبوية ديال سيدنا محمد عليه السلام باش عرفوه. ويعني الله يهديه ما خلق، يعني أي واحد قال عليه شي كلمة ديال العيب الله يهديه. اش غنقولوا ليه؟ الله يهديه. يعني ذاك الإنسان اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما كاينش بحاله في الكون. نكونوا واقعيين، وكنطلبوا من الله أنه يشفع لنا سيدنا محمد عليه السلام، لأن أغلبية الناس اش نقول لكم هو الانسان الوحيد اللي غادي يشفع الامه ديالو يوم القيامه. وكفانا فخرا اننا الحمد لله مسلمين، فهمتيني؟ يعني خاصنا ناخذ ديك الفكره الايجابيه على ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الانسان المثالي القدوه ديالنا. كتلقى دابا بنادم الاغلبيه تبع ليا اما مغني ولا لاعب ديال الكره، كيقول لك خص يكون القدوه ديالك هو الرسول عليه السلام، لانه ذاك الانسان اللي رباك وربانا وربى والدينا على المعاملة وعلى الأخلاق، لدرجة أن الإنسان أعطاه الآداب ديال دخول المرحاض، أنه كيقول دخل بلا يسرية وقول أعوذ بالله من خبث وخبائث. هذه راه ما تلقاهاش في شي ثقافة أخرى، باش نكونوا واضحين. تحية الناس كاملين اللي كيحبونا. كاين الله، سلامات الحفلة.